ودفع أجر سريكه والمستند لجيشك هو، وإلا فله كمترصص. وإلا بأن لم يستند الجيش، وإلا بأن سلب مسلم مال المحاربين ولا يستند في ذلك الجيش، وإلا فهو، وإلا الجيش كهو وإلا فله كمترصص. وإلا فله، نعم، وإلا فله، وإلا بأن لم يستند الجيش في استيلائه على بعض أموال الكفار المحاربين، فإنما أخذه له كمترصص، كالمتلصص الذي يتلصص على المحاربين ويأخذ أموالهم، فإن ما يأخذه لا يعد غنيمة للجيش. وخمس مسلم ولو عبدا على الأصح. ولكنه إذا كان الآخذ لهذا المال مسلما، إذا كان الآخذ لهذا المال، هذا المستلي على مال الكفار المحاربين مسلما، فإنه يخمسه بأن يعطي خمسه، يخرج خمسه وما بقي فهو له. ولو عبدا على الأصح. خمسه يعطى لبيت المال وما بقي فهو له. ولو عبدا على صح، المسلم الذي أخذ مال الكفار المحاربين ولم يستند في ذلك الجيش، فإنه يخمس ما أخذ بأن يعطي خمسه، يجعله في بيت مال المسلمين وما بقي له، ولو كان عبدا، ولو كان الآخر عبدا. والعبد منين يعتق نقر المعركة ذاك ينقسم عليه؟ نعم، إذا اعتقها، نعم، في بداية المعركة يقسم عليه. لا ذمي ومن عمل سرجا. لا ذمي، معناها الذمي لا يخمس ما أخذ، وكذلك وكذلك عمل الفرجة من عمل سرجا، من أخذ، أو سهما. من عمل سرجا أو سهما، مثلا من عمل من الغنيمة سهما أو سرجا قبل أن تقسم، فإنه أيضا لا، فإنه يختص به، كما أن الذمي يختص بما أخذ، كذلك من عمل سرجا أو سيفا يختص به. والشأن أو سهما والشأن نعم، سهما قسم ببلدهم. أو والشأن معناها السنة، وكان يمكن أن يقول السنة بدل الشأن، والسنة لأنه يريد السنة، والسنة أوضح من الشأن، القسم ببلدهم. والسنة القسم ببلدهم، معناها أن تقسم الغنائم ببلد الكفار، الغنائم التي يحوزها المسلمون المجاهدون في بلد الكفار يقسمونها ما زالوا في بلد الكفار. وهل يبيع ليقسم؟ وهل يبيع الغنائم ليتمكن من قسمتها أو لا؟ قولان. هل يجب عليه بيعها ليتمكن من قسمتها أو لا يجب عليه، وإنما يمكن أن يقسمها بطرق أخرى لا يلجأ فيها إلى البيع، وهذا فيه قولان، قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب. وأفرد كل صنف إن كان على وأفرد الأرجح. كل كل صنف على الأرجح. وأفرد كل صنف على الأرجح إن أمكن، معناها يفرد كل وما صنف، زاد وأفرد كل. وأفرد كل صنف على الأرجح إن أمكن، معناها الإمام أو القائد الذي سيقسم الغنيمة يجعل كل صنف على حدة، مثلا يجعل الخيل التي غنم على حدة، والإبل على حدة، والغنم على حدة، والمتاع على حدة، والذهب والفضة على حدة. إن من أمكن أمكن على معناه، الأرجح. من أمكن معناه يقسم، ويجعل كل، يجعل كل صنف على حدة، ويقسمه على الجيش، ثم يقسم عليه الصنف الآخر إلى آخره. وأخذ معينا وإن ذميا. إن أمكن، إن أمكن على الأرجح. إن أمكن على الأرجح، على الأرجح، وقابل الأرجح أنه لا يشترط أن يصنف الغنائم. وأخذ معينا وإن ذميا. نعم، أكمل. ما عرف له قبله مجانا. وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا، معناها المعين والشخص المعين ولو كان ذميا غير مسلم، فإنه إذا كان الكفار قد أخذوا مالا له في السابق واسترده المسلمون في هذه الغزوة، فإنه إذا رآه والناس يعرفونه وهو يعرفه، فإنه يأخذه مجانا ولا يدخل في الغنيمة.
ذميا ما عرف له قبله مجانا قبله يعني قبل يعني قبل القتال ما عرف له، ما عرف لهذا الشخص المعين، ما عرف له من مال كفرس أو متاع قبل القتال، وحلف أنه ملكه ما عرف له قبله، قبله مجانا مجانا ما عرف له قبله مجانا، وحلف وحلف أنه أنه ملكه له إن كان خيرا. نعم، وحلف أنه ملكه إذا كان لا يعرفه غيره، يحلف أنه ملك له. وحمل له إن كان خيرا. هو أما إذا كان غائبا، كان غائبا عن المعركة وعرف أنه له، فإنه يحمل له إن كان إن كان الحمل خيرا من بيعه، وإلا بيع له، وإلا بيع له، وإذا كان وإذا لم يكن الحمل خيرا من بيعه بيع له وأعطي ثمنه. ولم يمضى قسمه إلا لتأول على الأحسن، معناها ما كان معروفا لأشخاص معينين وحمل إن كان خيرا وإلا بيع له، ولم يمضى قسمه إلا لتأول على الأحسن، وحمل إن كان خيرا وإلا بيع له، ولم يمضى قسمه إلا لتأول على الأحسن. معناها إذا إذا غنم المسلمون أشياء علم أنها مملوكة لأشخاص بأعيانهم، فإن الإمام لا يقسم هذه ولا يعدها من الغنيمة، بل هذه ترجع لأصحابها مجانا. وإذا قسمها فإن ففيه خلاف، هل تمضي هل يمضي القسم أم أنه لا بد أن يتسعها؟ هل يمضي القسم على اعتبار أن ما بيد المشركين المحاربين قد ملكه المحاربون، وبالتالي لم يعد ملكا لصاحبه الأول؟ هذا على القول الأول. القول الثاني أنه لا يمضي ويسترد ما قسم ويرجع لأصحابه الأصليين. نعم، إلا لتأول على الأحسن، لا إن لم يتعين بخلاف اللقطة، لا إن لم يتعين. أما إذا لم يتعين فعرف أن هذا أخذ من بعض المسلمين لكن لم تعرف أعيانه، فإنه يدخل في الغنيمة ويقسم بخلاف اللقطة، بخلاف اللقطة طبعا، بخلاف اللقطة، اللقطة التي يلتقطها الكافر هذه أيضا إذا غنمها المسلمون تعد من الغنائم. نعم، وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر، وبيعت خدمة معتق لأجل، وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر أنا إذا استولى الكفار على عبد معتق لأجل أو مدبر فإنه إذا استرده المسلمون وأصبح جزءا مما غنمه المسلمون فإنه تباع خدمته، فإنه حينئذ تباع خدمة المعتق لأجل، لأنه لا يباع هو، لأنه معتوق لأجل، وإنما تباع خدمته في هذه الفترة. وكذلك تباع خدمة المدبر الذي دبر بعد الوفاة، فإنه تباع خدمته. وكتابة لا أم ولد، وكتابة كذلك المكاتب الذي استولى عليه، ومكاتب لمسلم استولى عليه الكفار وغنم المسلمون بعد ذلك، تباع أيضا كتابته. لا أم ولد، لا أم ولد، أما أم الولد فلا تباع طبعا، أم الولد استرده المسلمون لا تباع. وله بعده أخذه بثمنه وبالأول. نعم، طيب، وهذا المعتق وهذا المدبر لأجل وهذا المكاتب الذي بيعت خدمته، بيعت خدمته المدبر وبيعت خدمته المعتق وبيع المكاتب في هذه الحالة، بيعت الكتابة في هذه الحالة، إذا جاء المدبر والمعتق لأجل والمكاتب فإن له أن يدفع الثمن الذي بيع به هؤلاء
يستردهم لحاله. وله بعده أخذه بثمنه وبالأول له بعده بعده معنى له بعد ذلك بعد البيع بعده معنى بعد البيع أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد وأجبر في أم الولد وبالأول إن تعدد كذلك بالأول إن تعدد معناها يأخذه بالثمن الأول إذا تعدد الثمن بأن بيع مرات يأخذه بالثمن الأول إن بيع مرات فتعدد الثمن وأجبر في أم الولد على الثمن وأجبر في أم الولد على الثمن الولد على الثمن وأما في أم الولد فإنه يجبر على إعطاء الثمن يجبر على إعطاء الثمن في أم الولد واتبع به إن عدم واتبع به إن عدم معناها إذا لم يكن عنده شيء يدفعه في مقابل استرداده لأم الولد فإنه يتبع بذلك معناها يكون في ذمته يكون في ذمته أما بالنسبة للمدبر والمعتق الأجلي والمكاتب فهذا لا يجبر على القضية وإنما إن شاء فداهما وإن شاء تركهما وأسلمهما لمن أخذهم اتبع به إن عدم إن شاء فداهم وإن شاء تركهم وأسلمهم لمن أخذهم نعم اتبع به إن عدم إلا أن تموت هي أو سيدها تبع به إن عدم إلا أن تموت هي أو سيدها فإذا ماتت هي أو مات سيدها فلا شيء على السيد حينئذ إذا مات هو أصبحت هي حرة وإذا ماتت هي انتهى أمرها وله فداء معتق لأجل وله فداء معتق لأجل ها له صاعين يفدية معتق معتق معتقا لأجل نعم ومدبر لحالهما ومدبر لحالهما أنا إذا فداهما طبعا إذا أعطى ثمنهما الذي بيعا به أو فداهما فإنهما يبقيان على حالهما يرجعان لحالهما الأصلي وهو أن الأول مدبر والثاني معتق لأجل وتركهما مسلما لخدمتهما نعم له الخيار في أن يفديهما أو يتركهما مسلما لخدمتهما مسلما لخدمتهما معناه مسلما لأن يخدمان من اشترى خدمتهما إلى أن ينقضي أجل المعتق لأجل ويموت هو فيعتق المدبر بموت السيد الأول ويعتق المعتق لأجل من قضاء الأجل فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر قبل حمله الثلث ها؟ فحر إن حمله الثلث فحر إن حمله الثلث فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء قبل استيفاء ثمن الخدمة فإنه حر إن فحر إن حمله الثلث واتبع بما بقي كمسلم واتبع بما بقي إذا حمله الثلث طبعا حمله ثلث مال فإن مات سيد المدبر قال إن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر إن حمله الثلث قبل الاستيفاء فحر إن حمله الثلث إذا افتدى سيد المدبر لكنه مات قبل استيفاء الثمن أو ما افتدي به من سيده فإنه إذا مات وبقي من وأبقى سيده من المال ما يكفي ثلثه لسداد ما على السيد فإنه يعتق في هذه الحالة نعم فإن مات سيد المدبر ويعطى طبعا يعطى من الثلث ما بقي من قيمة فدائه أو ثمنه لمالك خدمته نعم فحر إن حمل الثلث واتبع بما بقي كمسلم وذمي قسما أيوة وأما إذا لم يحمله الثلث فإنه على كل يكون حرا لكن يتبع هو عينه بما بقي معناها أصبح هو حرا لكن أصبحت في ذمته بقية قيمة الفداء أو الثمن كمسلم أو ذمي قسما كذلك إذا غلط الجيش في مسلم أو في ذمي وقسمهما القائد
وجعلهما جزءا من الغنيمة فإنهما يتبعان، فإن هذا لا يسبب لهما الاستقاق، معناها لا يجوز استقاقهما، لكن يتبعان بما قوما به. ولم يعذرا في سكوتهما بأمره، ولم يعذرا في سكوتهما بأمره. نعم، ولم يعذرا في سكوتهما بأمر، معناها وهذا محله إذا وقع هذا وهما ساكتان. أما إذا أعلن وأوضح الذمي أنه ذمي والمسلم أنه مسلم فلا يجوز قسمهما حينئذ. وأما إذا سكتا إلى أن تم القسم وتدولت المغانم فإنهما يتبعان بما قوما به ولا يعذران في سكوتهما. نعم. وإن حمل بعضه رق باقيه، وإن حمل بعضه، وإن حمل في سكوتهما بأمر، وإن حمل بعضه رق باقيه، وإن حمل بعضه رق باقيه. أكمل. ولا خيار لوارث بخلاف الجناية. نعم. ولا خيار لوارث. وإن حمل بعضه رق باقيه. ذاك قبل الفقر اللي قبله ما هي؟ حمل الثلث واتبع بما بقي كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر، وإن حمل بعضه رق باقيه. وإن حمل بعضه رق باقيه. قبل ذلك الفقر اللي قبل ذلك؟ ومدبر لحاملها وتركهما مسلما لخدمتهما، فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر، إن حمله الثلث واتبع بما بقي كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر، وإن حمل بعضه رق باقيه. نعم. ولا خيار لوارث. وإن حمل بعضه إن حمل الثلث بعضه ولم يحمل استيفاء قيمته كلها، استيفاء قيمته كلها، في هذه الحالة قال يرق باقيه على قول، وعلى القول الثاني أنه يتبع وهو الأصح. نعم. ولا خيار لوارث. ولا خيار لوارث، معناه الوارث ليس له الخيار في الفداء أو الإسلام، في إسلامه إيش؟ في إسلامه. ولا خيار لوارث بخلاف الجناية. بخلاف الجناية. وإن أدى المكاتب ثمنه على حاله. نعم. ولا خيار لوارث في إسلامه أو فدائه، معناه الوارث ليس له الخيار، ليس له أن يختار بين أن يسلم هذا المكاتب أو هذا المدبر وهذا المعتق وهذا المعتق لأجل أن يسلمه لمن يستوفي خدمته أو يفديه، ليس له الخيار في ذلك، وإنما الخيار للمالك الأصلي لا خيار، بعكس الجناية. أما الجناية فإن الوارث له الخيار في الفداء والتسليم، له الخيار بين الفداء والتسليم فيها جناية العبد، إذا جنى العبد له الخيار في أن يسلمه في جنايته أو يفديه، وهذا طبعا للمالك الأصلي، وهذا الحق أيضا يرثه الوارث، هذا بالنسبة للجناية، لكن هذا الحق لا يرثه الوارث بالنسبة للمدبر والمعتق لأجل وفي حالة ما إذا أغنم. نعم. وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله. وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله، إذا أدى المكاتب ثمنه الذي اتفق مع سيده الأصلي عليه فعلى حاله، فهو على حاله يحر بانتهاء نجوم المكاتبة. وإلا فقن أسلم أو فدي. نعم. وإلا فقن، وإلا بأن لم يؤدي نجومه فهو قن، معناها عبد، أسلم أو فدي، سواء أسلمه سيده لمن يستوفي خدمته، أو لم يسلمه وإنما فداه. على كل حال سواء كان عند السيد الأصلي أو عند الذي اشترى كتابته، هو إذا عجز يصبح قنا أي عبدا،
وإذا لم يعجز طبعا يحرم في نهاية النهي. أسلم أو فدي على الآخرين علما. والمندوب للسيد سواء كان أصليا أو غير أصلي أن يعينه بباقي نجومه وأن لا يعجزه. نعم. وعلى الآخرين علم بملك معين ترك تصرف ليخيره. وعلى الآخذ إن علم بملك معين وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره. وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره. الآخذ إن علم نقول شوي ولا خيار لوارث بخلاف الجناية وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله فإلا فقن أسلم أو فدية. وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره. وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره. معناها الآخذ لمتاع معروف في الغزو معروف أنه لزيد يعلم هو أنه لزيد وأنه أخذه الكفار من زيد وغنمه المسلمون، من أخذه عليه أن يترك التصرف فيه حتى يخير مالكه بين الثمن وبين هذا الشيء الذي أخذ ليخيره. وإن تصرف مضاك المشتري من حربي باستيلاده. وإن يخيره وإن تصرف مضى، وأما إذا تصرف فيه وطبعا قسم له وهو عرف علم أنه لزيد وهو أعطي هذا الشيء كجزء من الغنيمة علم أنه زيد، أيوة الأولى له والأفضل والمندوب والمطلوب أن يترك التصرف فيه حتى يخير زيدا بينهم وبين قيمته، لكن إذا تصرف فيه فتصرفه فيه ماض. نعم. ومضى مضاك المشتري من حربي باستيلاد كالمشتري من حربي باستيلاد، معناها مضى بالاستيلاد يمضي بالاستيلاد، معناها إذا كان الذي أخذه هذا المجاهد أمة واستولدها فإنه يمضي ذلك ولا تنقض لا ينقض الأمر بعد ذلك إلا ما أخذه على رده لربه. مضى كالحربي كالمشتري من حربي باستلاده كالمشتري من حربي باستلاده كذلك المشتري من حربي كذلك الذي اشترى متاع مسلم أو أمته من حربي فإنه يمضي هذا الشراء ويصح بالاستيلاد ولا يرد بعد ذلك. نعم. إن لم يأخذه استولد الأمة. نعم. إن لم يأخذه على رده لربه أما إذا أخذه من الغنيمة على أساس أنه سيرده لربه أو أخذه من الحربي على أنه سيرده لربه فيجب رده لربه على قول. نعم. وإلا فقولان. نعم. وإلا إذا ما أخذه الحرب استلادا إن لم يأخذه على رده لربه وإلا فقولان. وإلا بأن لم يأخذه على أساس أن إذا أخذه لرب إذا أخذه أصلا من الحربي على أنه سيرده لربه وجب عليه أن يرده لربه، وإلا بأن لم يأخذه ليرده لربه فقولان، قول بوجوب ربه لربه وقول بعدمه. نعم. وفي المؤجل تردد في المعتقل أجل، أنا المعتقل أجل فيه خلاف تردد. ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا معناها إذا أخذ الحربي مالا لذمي أو مالا لمسلم ووهبه الحربي بدار الحرب مجانا لشخص معين
فإن للمسلم أخذه منهم، فإن للمسلم أخذه منهم وللأذمي كذلك أخذه منهم. وبعوض به، وأما إذا أخذه المسلم من الحربي الذي اغتصبه بدار الحرب بثمن معين، فإن لمالكه الأصلي المسلم أو الذمي أن يأخذه بالثمن الذي بيع به. وبعوض به إن لم يباع فيمضي. بعوض به معناها بالعوض، وبعوض، وإذا أخذه المسلم من الحربي بعوض فبه، معناها فيأخذه المسلم أو الذمي به بذلك العوض. إن لم يباع فيمضي. إن لم يباع فيمضي، إلا إذا بيع باعه من أخذه فيمضي. نعم. ولمالك الثمن أو الزائد. ولمالكه الثمن أو الزائد. ولمالكه الثمن أو الزائد، معناها لمالكه إذا بيع أن يأخذه بالثمن، وله الزائد على، وله الزائد على إذا كان مثلا اشتراه المشتري بشيء قليل لا يساوي قيمته الحقيقية لمالكه الأصلي ما يتم هذه القيمة. معناها هو مثلا زيد اشتراه بألف دينار، وهذا الشيء قيمته 1500 دينار، فإن للمالك الأصلي من عند زيد الذي اشتراه أن يدفع له 500 دينار. نعم. الثمن أو الزائد والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء. والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء، معناها إذا فدى مسلم من لص معين من اللصوص المحاربين شيئا، فإن لمالكه أن يأخذه بالفداء الذي افتدي به. وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته. وإن أسلم لمعاوض، وإن أسلم أيوة لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته. أكمل. ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي؟ قولان. طيب، وإن وهب، وإن أسلم لمعاوض، وإن أسلم لمعاوض، وإن أسلم لمعاوض مدبر نحوه، مدبر نحوه، معناها هذا شخص جاء إلى أرض الكفار إلى أرض المحاربين فأسلموه، أعطوه بعوض لمعاوض، معناها بعوض أعطوه مدبرا أو معتقا لأجله، ماذا عليه؟ وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته. استوفيت خدمته، معناها يستوفي خدمته، يستوفي خدمته، معناها له أن يستوفي خدمة المعتق لأجل وخدمة المدبر إلى أن يموت سيده. نعم. ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي؟ قولان. ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي؟ قولان، معناها إذا انتهى الأجل الذي اعتق لأجله المعتق لأجل أو مات سيد المدبر ولم يستوفي، ولم يستوفي الشخص الذي عوض عنهما ما عوضه، لم يفي هذا الزمن بما عوض عنهما المعاوض، فهل يتبعان ب فهل يتبعان ونحو ما يتبع نعتقب السنة ما بقي؟ قولاني. نعم. فهل يتبع بالثمن كله اللي هو هذا المعتق لأجل إذا عتق ينقضى الأجل فعتق، هل يتبع بالثمن كله الذي دفع عنه المعاوض، أو يتبع بما بقي فقط منه، نقدر الفترة التي قضاها معه قومها ويتبع بما بقي من الثمن؟ قولان. وعبد الحربي يسلم، وكذلك المدبر. قولان. وعبد الحربي يسلم حر إن فر، وعبد الحربي الذي كان يستعبده إن أسلم وفر من الكفار فهو حر.
وبقي حتى غنم. وكذلك إذا أسلم وبقي مع الكفار حتى غنم فإنه حر. لا، إن خرج بعد إسلام سيده. أما إذا خرج مع الكفار بعد إسلام سيده فإنه عبد. بعد إسلام خرج بعد إسلام سيده ومجرد إسلامه. أو بمجرد إسلامه كذلك، أو بمجرد إسلامه، مجرد بعد إسلام سيده، أو بمجرد إسلامه، معناها بمجرد إسلامه لا يعتق، وإنما يعتق إذا كان أسلم في دار الحرب. أما إذا أسلم بعد أخذ المسلمين له فمجرد إسلامه لا يعتقه. وهدم السبي النكاح. وهدم السبي النكاح، معناها المسلمون المحصنات من النساء اللاتي لا المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، معناها المحصنات من النساء على المتزوجات لا يجوز وطؤهن إلا بالنسبة للمسبيات خاصة. المسبيات إذا طبعا استبرئت أرحامهن يجوز وطؤهن. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبايا هوازن: لا توطأ امرأة حتى تضع أو تحيض، لا تستبرأ بحيضة أو تضع إذا كانت حامل. وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده. إلا أن تسبى وتسلم بعده. إلا أن تسبى وتسلم بعده. ما إذا سبيت بين إذا سبيت طبعا وأسلمت فإنها يمكن أن يتزوجها أي مسلم كذلك. إذا سبيت وصارت أمة يمكن أن يفترشها، استرقت يفترشها سيدها. وإذا أسلمت وحرت فإنها يمكن أن يتزوجها أي مسلم. نعم. أن تسبى وتسلم بعده. بعده، نعم. تسلم بعد السبي، تسلم بعد السبي، نعم. وولده وماله فيء مطلقا. ولده وماله فيء مطلقا، ولد الكافر وماله فيء للمسلمين، معناها اجعله في بيت مال المسلمين إذا أخذ في السبي. لا ولد صغير لكتابية. لا ولد صغير لكتابية، معناها الولد الصغير إذا كان للكتابية، نعم أكمل، لكتابية سويت. كتابية سويت، معناها الكتابية التي كانت معنا وكانت من أهل الذمة وهي في أرض المسلمين سباها الكفار، ووجدنا بعد سبيها عندها أولاد صغار. هؤلاء الأولاد الصغار ليسوا ملكا وليسوا سبيا، فهم أحرار، نعم، لأن الذمية الذي صبي لا يسترق، إذا استرده المسلمون في المغانم لا يسترق. لا ولد صغير لكتابية سوية أو مسلمة. أو مسلمة من باب أحرار المسلم. كذلك إذا سبى الكفار مسلمة واستردها الجيش الإسلامي فإن أولاد المسلمة الصغار طبعا لا يجوز استرقاقهم، بل هم أحرار. ولكن أولاد الكافرة الكبار، أولاد الكتابية الكبار، هؤلاء الذين بلغوا وصاروا مع المحاربين، هؤلاء جزء من الغنيمة. نعم. وهل كبار المسلمة فيهم؟ أيوة. وأما بالنسبة لكبار المسلمة الذين هم من أب حربي، فهل هم فيء أو لا؟ فالخلاف في ذلك. أو إن قاتلوا تاولان، أو محل كونهم فيئا هو مقاتلتهم إذا قاتلوا. فإذا قاتلوا فهم في، وإذا لم يقاتلوا فهم ليسوا فيا. وولد الأمة لمالكها. وولد الأمة التي سبيت واستردها المسلمون فهو لمالكها الأصلي. فصل عقد الجزية. إذن الإمام لكافر صح سباؤه مكلف. هنا سيتكلم عن عقد الجزية. والجزية الأصل فيها قال الله تبارك وتعالى:
حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كما في سورة التوبة. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عند البخاري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر. وفي حديث عاصم بن عمر وأنس بن مالك وعثمان بن أبي سليمان يعني من جبير بن مطعم رضي الله عنهم قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيد لدوما فأخذوه فأتوا به فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية. الحديث أخرجه البخاري وله طريق في انقطاع في الموطأ. لا الحديث هذاك اللي هو الحديث اللي هو حديث عبد الرحمن، أما هذا الحديث فأخرجه أبو داود. هذا الحديث أخرجه أبو داود. وكذلك حديث كذلك حديث وعائد بن عمرو المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. حديث أخرجه الدارقطني. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا يهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدا في طريق فاضطروه إلى أضيقه. حديث أخرجه مسلم. وكذلك حديث كذلك من الأحاديث الواردة في الصلح مع الكفار ومهادنتهم عموما حديث المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فذكر الحديث وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها ويكف بعض عن بعض. الحديث أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وهو في مسلم من رواية أنس وفيه: إن من جاءكم منا لا نرده، من جاءنا منكم لا نرده، ومن جاءكم منا رددتموه. قالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: نعم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، من جاءهم منا، من ذهب منهم، من ذهب منا إليهم، نعم، فمن ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من 40 عاما. الحديث أخرجه البخاري. نعم. عقد الجزية إذن الإمام لكافر صح سباؤه مكلف حر قادر مخالط. نعم. عقد الجزية ما هو؟
عقد الجزية هو إذن الإمام. قل الفقرة. عقد الجزية إذن الإمام لكافر صح سباؤه نعم. مكلف حر قادر مخالط لم يعتقه مسلم. إذن الإمام لكافر صح سباؤه، معناها أن يأذن الإمام للكافر الذي يصح أن يسبى صح سباؤه. ها ثم ما قال؟ سباؤه مكلف حر معنى قادر مخالط. مكلف، الشرط فيه أن يكون مكلفا وأن يكون حرا وأن يكون قادرا، قادر وأن يكون مخالطا. وخرج بالمخالط صاحب الصومعة والدير الذي لا يخالط الناس. نعم. لم يعتقه مسلم. لم يعتقه مسلم، هذا أيضا من الشروط، من الشروط أن يكون لم يعتقه مسلم. سكنى غير مكة والمدينة. معناه إذن له في ماذا؟ هذا إذا توفرت هذه الشروط إذن الإمام له أن يسكن بلدا من بلاد المسلمين باستثناء مكة والمدينة واليمن، أي باستثناء جزيرة العرب، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأخرجن الكفار من جزيرة العرب حتى لا أدع بها إلا مسلم. وإذا قال بهذه الشروط اللي هو الشرط الأول يكون المأذون له في سكنى في أرض المسلمين بمقتضى عقد الجزية أن يكون كافرا وأن يكون مكلفا وأن يكون مما يصح سبيه، من يصح سبيه، وأن يكون قادرا وأن يكون مخالطا غير منعزل في صومعة أو دير، وأن يكون وأن لا يكون معتق مسلم. ففي فرت هذه الشروط يجوز للإمام أن يأذن له في سكنى البلاد التي ليست مكة والمدينة وليس جزيرة العرب بالعموم. نعم. لم يعتق مسلم سكنى غير مكة والمدينة واليمن واليمني لهم واليمني. الاجتياز بماله. واليمني لأن مكة والمدينة واليمن، لأن الحجاز واليمن هذه هي جزيرة العرب. نعم. ولهم الاجتياز بمال للعوني ولهم الاجتياز بمال للعنوي العنوي بداية الكلام، ولهم الاجتياز بمال، معناها للذميين أن يجتازوا، معناها أن يمروا بمكة أو بالمدينة أو بجزيرة العرب مجتازين، معناها لهم مجرد المرور بمال معين. مجتازين بمال للعنوي 4 دنانير العنوي في سنة. معناها البلاد إما أن تفتح عنوة معناها قهرا وإما أن تفتح صلحا، فإذا فتحت عنوة ووقع الصلح بعد فتحها عنوة فإن ذلك فإن على العنوي معناها هذا الذي من أهل الأرض التي فتحت عنوة عليه للدولة الإسلامية سنويا ماذا؟ 4 دنانير أربعة دنانير أو 40 درهما في سنة. أو 40 درهم في سنة، معناها 4 دنانير في السنة أو 40 درهما، ما إذا كان من أهل الذهب 4 دنانير، وإذا كان من أهل الفضة 40 درهما في السنة. والظاهر آخرها والله أنه يدفع هذا في آخر السنة لا في أولها. ونقص الفقير بوسعه. ونقص الفقير، أما الفقير منهم فينقص عنه هذا إلى أن يعطي وسعه فقط. ولا يزاد للصلحي ما شرط. ولا يزاد ولا يزاد، معناها لا يزاد على هذا لكثرة مال أحد منهم، يعني لا يزاد أحد على هذا لأنه كثر ماله، لا يزاد على دفع 4 دنانير بالنسبة لمن كان ماله ذهبا، ولا يزاد على دفع أيضا 40 درهما ولو كان ثريا ثراء فاحشا. ولا يزاد وللصلحي ما شرط. وللصلحي، أما البلاد التي فتحت
صلحا معناها لم يحارب فيها المسلمون، وإنما فقط قبل أهلها من الوهلة الأولى أن ينزلوا على حكم المسلمين، فلهم ما صالحوا عليه، فيوضع عليهم ما صالحوا عليه. وإن يطلق فك الأولي وأما إذا أطلق لم يعين شيء سنويا فإنه كالأول، معناها كالعنوي، كالبلاد التي فتحت عنوة، معناها على كل فرد قادر 4 دنانير أو 40 درهما، وإن كان فقيرا يعطي بحسب وسعه. الظاهر إن بذل الأول حرم قتاله فما عليه هانت عند أخيها. نعم، والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله، حرم قتاله إن بذل الأول، إن بذل الأول معناها إذا بذل الصلحي، معناها الذي فتحت أرضه صلحا، إذا بذل لم يحدد شيء، ولكنه هو بذل الأول، معناها بذل ما يبذله العنوي، ما يبذله الذي فتحت بلاده عنوا، فإنه يحرم قتاله، يحرم ظلمه حينئذ، معناها يكون أدى ما عليه. حرم قتالهما على الإهانة عند أخيها. حرم قتاله، معناها يحرم قتاله إذا دفع ما يدفعه العنوي، يعني لم يحدد شيء، ومع الإهانة عند أخذها، مع الإهانة هذه معناها للغنوي 4 دنانير، معناها على الغنوي، ذكر الغنوي معناها على الغنوي، على الغنوي 4 دنانير مع الإهانة عند أخذها، معناها أنه لم ينبغي أن تؤخذ عن يد وهم صاغر، أن يهانوا إهانة معنوية عند أخذها، أن يشعروا بسلطان الإسلام وقوته وعزته. وسقطتا بالإسلام كأرزاق المسلمين. وسقطتا بالإسلام، معناها إذا أسلم الكافر، سواء كان من أرض صلح أهلها أو فتحت عنوة، فإنه تسقط عنه الجزية، سقطتا اللي هو الجزية العنوية وجزية الصلحي، سقطتا. نعم، بالإسلام كأرزاق المسلمين. بالإسلام، إذا أسلم لمجرد إسلامه كأرزاق المسلمين، كذلك ما يوجب عليهم الخليفة من أرزاق المسلمين في بلادهم هذا أيضا يسقط عنه. وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم. نعم، وإضافة المجتاز كذلك يسقط عنهم، كان عليهم أصلا أن يضيفوا المجتاز 3 أيام، المجتاز من المسلمين أن يضيفوه 3 أيام، فهذا يسقط عنهم أيضا للظلم. رفعا للظلم عنهم. والعوني حر وإن مات أو أسلم. والعوني حر وإن مات أو أسلم، حر معناها من صولح، سواء فتحت بلاده عنوة أو صلحا، فإنه حر وليس عبدا. نعم، الأرض فقط للمسلمين. والعوني حر وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين. وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين، معناها إذا مات العنوي أو أسلم الذي فتحت أرضه عنوة أو أسلم، فماله هو لورثته، وإذا أسلم ماله له، ولكن الأرض التي فتحت عنوة هذه للمسلمين وليس له هو. وفي الصلح إن أجملت فلهم أرضهم والوصية بمالهم. وفي الصلح إن أجملت فلهم أرضهم، معناها أما في حالة الأرض التي فتحت صلحا فإن أجملت، معناها لم تفرق على أهل الأرض، أن تقسم على أهل الأرض، فهي لهم أرضهم كذلك إذا أسلموا، لهم أرضهم مجملة، لهم أرضهم والوصية بمالهم. الوصية بمالهم، ولهم كذلك الوصية بمالهم. بمالهم ورثوها. ولهم الوصية بمالهم وورثوها، وإن فرقت على الرقاب فهي لهم. وورثوها، والوصية بمالهم، ولهم الوصية بمالهم وورثوها، أيضا يرثها عنهم أبناؤهم، يرثها عنهم ورثتهم. وإن فرقت على الرقاب فهي لهم. وإن فرقت على الرقاب عند الصلح،
فهي لمن فرقت عليه كذلك، إلا أن يموت بلا وارث في المسلمين. إلا أن يموت أحدهم ولا وليس له وارث فإن أرضه للمسلمين. وصيته.